واسمه مكلابي مهلمبي. هقولها زي ما انت قولها يعني. يعني الجدع اللي احنا قصدنا عليه ده. المهم امكانياته الحمد لله كويسه وقدراته كويسه، وحتى يعني واضح جدا حتى لما اتكلمنا معاه النهارده ان هو سامي طباعه كده او طباعه هاديه. شخصيته يعني عجبتك. يا رب يكون ان شاء الله الرحمن اضافه لينا بشكل كويس ويقدر نساعده ويساعدنا ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه. بيلعب في الناحيه الشمال يا كابتن سيد ولا ممكن يبقى راس حربه؟ هو بيلعب الثلاث خطوط اللي قدام. الثلاث خطوط ما شاء الله. و20 سنه. و20 سنه مواليد 27. اظن هو جاي دلوقتي يديك مرونه تكتيكيه هايله يعني. يعني الحمد لله رب العالمين. انت عارف الكوره دلوقتي اتغيرت شويه المفهوم بتاعها. مفيش مراكز. نمر واحد بسرعه، سرعه في كل حاجه، سرعه في الاداء والحركه ورده الفعل والنقله وكل حاجه يعني. فهو الحمد لله عنده الحته دي كويسه، ويا رب بسم الله الرحمن زي ما قلت يبقى اضافه لينا ونقدر نساعده عشان يقدر يطلع حاجات كويسه تساعدنا ان شاء الله. طيب كده احنا عندنا اربع اجانب يا كابتن مش كده؟ مظبوط. في الملعب يبقى في ثلاثه بس. والله بص انا دلوقتي هل في قائمه ال 18 ولا في ارضيه الملعب في التشكيل الاساسي ثلاثه؟ بص انا دلوقتي بس عشان مش عارف هل هي موجوده على اتحاد الكوره ولا ايه، عشان تبقى مشروحه للناس وواصله للناس، والموضوع مش هو لا هو خناقه ولا هو صراع ولا هو ولا هو صراع في اي حاجه خالص، هو الموضوع منطق بس. تمام؟ ما كناش احنا طرف ابدا في زياده عدد الاجانب ابدا. بالظبط. يعني لا طلبنا ولا قلنا ولا اي حاجه خالص. الجميع يعلم، القاسي والداني عارف كويس قوي ان ما كانش طلبنا ولا كانت رغبتنا ابدا، وانها اتعملت لشيء ما، والشيء ما ده معروف للجميع ومعروف. بس انت مال يا كابتن سيد، الشيء ما برضه احنا بنعرف نستفيد منه. مهما يعملوا شيء ما هنستفيد من هذا الشيء. طب ما حلو قوي حلو قوي. النهارده بقى النهارده انت بتبقى محطوط او حاطط على بعد القيد قفل خلاص النهارده مظبوط. والسيستم نفسه هيقفل على الساعه 12، السيستم كله هيقفل الساعه 12 مظبوط. ايوه. فمش ممكن ابدا اخد قرار، يعني القرار ده يعني اللي هو زياده عدد الاجانب لاربعه عشان اخدم طرف معين او اخدم نادي بعينه. تمام. وبعدين النادي ده، السلام عليكم، ازي حضرتك، الله يخليك، ازيك يا فندم، ازيك يا فندم، ازي حضرتك، الله يخليك، ده بتكلم في التليفون بس وارجع حضرتك ماشي، الحمد لله بخير. فلما تيجي المصلحه تبقى مش هتبقى موجوده في الوقت الحالي، اقوم واخد قرار ثاني. تمام. بالغاء الاربع اجانب، يعني انت خليت الناس تتعاقد مع الناس ليه؟ لو في امر، لو انت عايز تخليها ثلاثه، الهدف ايه؟ الهدف ان انت تخلي الناس تلعب بثلاثه، طب خليتها اربعه ليه؟ يعني انت خليتها اربعه ليه؟ يعني هل الثلاثه في الملعب ماشي مفيش ازمه، يعني مفيش قضيه، لكن هل ثلاثه في القايمه كلها؟ اعتقد ان دي هتبقى مصيبه لو ده المفهوم او ده. لا هو بعت يقول بعد ما قال اربعه بعت يقول ثلاثه؟ هو ما بعتش لحد دلوقتي، هو كاتب على السيستم احنا عايزين نعرف هل هي ثلاثه في الكورس، يعني هل هي ثلاثه في القايمه كلها، ثلاثه في القايمه كلها ولا ثلاثه في الملعب؟ ثلاثه في الملعب احنا فاهمينها ومستوعبينها. ماشي اوكي، لكن لو في حاجه ثانيه اعتقد الامر ده هيبقى صعب جدا. والله بيتهيألي يا كابتن سيد احنا هنتواصل وانت معانا، الزملاء في الاعداد هيتواصلوا مع المهندس احمد مجاهد او اي مسؤول في الاتحاد عشان نشوف في القيد ايه بالظبط. هل هم اربعه وتسمح بثلاثه؟ هل الثلاثه في قائمه ال 18 ولا في ال 11 بس؟ لا خلينا نتكلم في المنطق بس. المنطق بيقول ايه؟ المنطق بيقول لو انت عايز الفرق المصريه او اللعيبه المصريه او الناس تبقى فيها اكبر قدر. ما كنتش تعمل اربعه اصلا. ما كنتش خليتها اربعه ابدا. طبعا. لكن انت عشان تحل لحد معين ازمه معينه فخليتها اربعه، ولما الازمه دي اتفكت ولا حاجه فهتحرمها من الناس الثانيه. طيب ماشي يا سيدي، احرمها من الناس الثانيه بس ما بتخربش بيوتهم. بمعنى ايه؟ ما ينفعش ابدا النادي يتعاقد مع لاعب بعدد كبير جدا من الفلوس او الدولارات ويديله دولارات ويتحرم منه. لا ده انت فيها حاجه انيل من كده. لو انت تقصد ان ثلاثه بس في القايمه، بقت مطالب حضرتك ان الرابع ده كل ماتش يبقى بره القايمه مظبوط؟ طبعا يبقى بره القايمه خالص. ايوه اوكي؟ طب نص الاتحاد الدولي بيقول ان انت لازم لو لعبت اقل من 10 عدد مباريات والا تفسخ عقده. طبعا يعني انا يعني في نادي يشتري لاعب ب 100,000 دولار ولا 200,000 دولار ولا مليون دولار، تمام؟ ويجي اتحاد الكوره اللي خد القرار، يعني انت بتاخد القرار وبعدين تحط المعايير،
صحيح. القرار وبعدين تحط المعايير. صحيح. صحيح. فكرة مش كده يعني، هتبقى صعبة جدا، هتبقى الشكل وحش. فأنت اطلع فهمنا أو الناس تفهمنا، ثلاثة في الملعب ماشي يا سيدي، ما عنديش مشكلة، ما عندناش أزمة، خلاص. بحيث إن الراجل ده يبقى محطوط في الـ 18، لكن لو اتخذت بالشكل ده إن ثلاثة بس في القايمة، لا دي يعني. طب أنت دي أنت منين قلت أربعة؟ دي بتقول أربعة، أنت كان هم ثلاثة اللي في القايمة. هنقعد نبدل يعني، هنقعد نبدل من النهارده. بص يا كابتن سيد عشان أريحك. لا ومين هيحفظ حق النادي يا كابتن سيد؟ عشان أريحك، عشان أريحك. كله متوقف على مستوى مهلمبي. لو كان كويس هيقول لك هم ثلاثة بس. لو كان أيوة بقى زي ما احنا يعني والله العظيم، اصل انت بتقول حاجه. بوجه لحضرتك سؤال لاتحاد الكوره نفسه. يعني انت النهارده ده حاجه تضحك والله. النهارده حضرتك بتقول اربعه عشان تحل النادي عينه مشكلته، تمام؟ المشكله دي ممكن تكون اتحلت دلوقتي، فلقيت نادي ثاني ممكن يستفاد من الاربعه ديت، تمام؟ او ممكن نادي يقول لا ده ممكن يبقى عنده حاجه، فتقوم مطلع قرار. ايه ده؟ وبعدين هل في الدنيا، في الدنيا كلها ما شفتهاش في حياتي، اللي قبل باب القيد ما يقفل تقول له لا خلي بالك انت، انا سمحت لك باربعه بس ثلاثه بس اللي يلعبوا. يا عم انت ما قلتش كده ليه؟ ما بعتش الانديه ليه؟ يعني انت ما بعتش الانديه من ثلاث اربع اسابيع وقلت لهم؟ يعني هل مجلس الاداره بتاع اتحاد الكوره اجتمع النهارده في اخر يوم في القيد، في اخر ثلاث ساعات في القيد، واكتشف ان الاربعه هيبقى كتير موجوده في الملعب؟ طب يعني اودنها قول ثلاثه بس موجودين في الملعب. انا بقول كده استنتاجا، هل ده موجود ولا لا؟ محتاج توضيح. طب لو توضيح، الفلوس اللي اتدفعت دي مين يحاسب عليها؟ طب صحيح. لو انت حابب ان المصريين كل المصريين يلعبوا على عين وراس، ما قلناش لا خالص. طب خليتها اربعه ليه حضرتك؟ يعني انت مخليها اربعه ليه؟ يعني انت مخلي الاجانب اربعه. عموما احنا ما نسبقش الاحداث، وهنسال النهارده وهنعرف الاجوبه، وبناء كده هنفهم كيف تدار الامور يعني، وان كنا شاعرين كيف تدار الامور، لكن هنعرف يعني احنا في الحلقه دي هنحاول نستفهم خالص، بس بمنطق بس عشان الناس تقدر تحورنا، تمام؟ حضرتك أيوه. بتقول لي انت عملتها اربعه ليه؟ اوكي. طب دلوقتي بعد ما الانديه بدات تتعاقد ومنهم الاهلي بطرف رابع، اولا عشان نبقى يعني ناخد اطراف الموضوع من اوله كده ونعرف ان الموضوع مش لذيذ، مش حلو. يعني من الاول قلت ثلاثة فوق السن وواحد تحت السن، مظبوط؟ في الأول كده قالوا هيعملوا كده، تمام؟ أيوه. يعني أنت سامح إن في ثلاثة فوق السن وواحد تحت السن، تمام؟ وبعد كده قلت لا أربعة أجانب، تمام؟ وبعدين النهاردة بتقول لا ده ممكن يستفاد منها الأهلي مثلا. الله يا سيدي، هو أنت خليتها أربعة ليه طيب؟ أنا وإحنا اعترضنا، ما إحنا بقينا يعني 10 سنين ولا 15 سنة بنلعب ثلاثة، انت ليه خليتها اربعه؟ انت ليه خليتها اربعه؟ طب وليه بعد ما الناس تتعاقد وتدفع فلوس، تمام؟ هتقول لي لا ثلاثه هو لسه ما قالش يا كابتن سيد، انما انت خايف يعني. لا هو محطوط حاجه في السيستم على بتاعه اتحاد الكره اللي هو خاص بشؤون اللاعبين، يعني انا مش فاهمها، يعني يطلع بقى حد يفهمها. هنحاول نفهمها. المفهوم بتاعها ثلاثه في الملعب في ضرر بس ماشي، ما عندناش مشكله، تمام؟ خلاص احنا فهمنا انت عايز تفهم ايه يا كابتن سيد باذن الله. طيب وهنحاول ان احنا نفهم ونفهم الناس ونطمن الجميع ان دي مش بتتفصل، مش قواعد تفصيل. طيب احنا عبد الله الشام السوري خلاص مش كده يا كابتن؟ موجود خلاص، وان شاء الرحمن بس منتظرين انت عارف بس قرارات قدومه هنا والتاشيره والحاجات دي. القائمه الافريقيه ما حدش من الجداد امكن ضمه ولا ايه؟ لا هو الشيخ وهشام وازارو الثلاثة، انما ما كلامي ولا الشامي هيكون له فرصه. ما كلامي لعب ما بدي هو بعدين خلاص الصدر الافريقي قفل اساسا. صحيح. طيب مروان محسن اخباره ايه؟ مروان يعني انت عارف الحته الالمانيه في الوقت الحالي بتدي مزيد من الوقت في الرباط الصليبي، فهم حريصين ان هو ياخد وقته كامل، واحنا كمان مش مستعجلين عليه ده ان هو يرجع ان شاء الله الرحمن كويس ان شاء الله. الدوري يعني مثلا شهر ولا اثنين يا كابتن؟ قدامه لحد اخر اغسطس، اخر اكتوبر بيتك. اخر اكتوبر. الاخبار الترتيبات للترجي ايه بقى؟ ان شاء الله الرحمن انا مسافر يا كابتن سمير يوم 19، وان شاء الله الرحمن يعني ده المباراه العوده، لكن مباراه الذهاب هتبقى على برج العرب يوم 16 ان شاء الله الرحمن، وهم الاثنين يعني
يعني مش عايز اقول ده شوط وده شوط، يعني ده مفهوم مصر لكل الناس المهتميه بالرياضه او متابعه الرياضه او بتمارس الرياضه. بالتاكيد يعني هما الاثنين مكملين لبعض. الشوط الاول هنا هيبقى في برج العرب، مش بالضروره يبقى ده النهايه، لان في شوط ثاني هناك، واحداث المباريات هي اللي بتخليها سهله او صعبه. لكن احنا هنلعب على الماتشين ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله احنا نكون موفقين. كل اللي تقدر توعد بيه ان انت لا هتبخل بنقطه عرق ولا هتدخل نقطه عرق، ان شاء الله احنا نكون طريقنا للوصول قبل النهائي عن طريق الترجي. بمناسبه الترجي النهارده يمكن الحكم اللمبه بتاع جون انرامو لو انت فاكره، الفيفا بيعيد المباراه بتاعت جنوب افريقيا مع السنغال وبيتاكد انه الحكم تلقى رشوه فعلا ومن قبل كده كان تم شطبه. ده بمناسبه ماتش الترجي. بص انا برضو ده يمكن مزيد كمان، او قبل مباراه زي الترجي ده هو نهائي مبكر ما بين الاهلي والترجي، يعني طبعا لهم مكانتهم. يعني بقول للاتحاد الافريقي المباراتين لازم يبقى فيهم مراقبه شديده جدا، سواء كان في مصر او في تونس. مراقبه على الامور التحكيميه، مراقبه على الامور الخاصه باللقاء بشكل عام. يعني مش هتلاقي اقوى من كده مباراه بتتصدر للعالم العربي والافريقي والدولي بشكل كبير قوي، الترجي والاهلي اقوى المرشحين. طبعا لازم يبقى المراقبه بشكل كبير جدا 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 جدا. الكلام عايز اقول بتوتر الحكام، لكن بتديها نوع من الاهتمام الاكثر، التركيز الاعلى. يعني المباريات اللي زي كده مع الفرق الكبيره اللي زي كده، يعني الاخطاء التحكيميه بتبقى وارده بالتاكيد في كره القدم، لكن انت بتختار احسن الناس، انسب الناس، عشان الاخطاء دي تبقى قليله قوي، فمش هتلاقي اقوى ولا اهم من مباراه زي الاهلي والترجي. جايه امتى بعثه الترجي؟ يوم 14 ولا قبل كده؟ والله هم لسه ما قالوش، لكن هم بيجوا عن طريق خاص على برج العرب على طول. خلينا ننتظر احنا ونخلي يا رب نكون موفقين في هذا الاثنين ان شاء الله. هم اشقاء وتملي يعني مباراتنا معاهم مباراه هامه وتتسم بالود، فارجو كل الامور تنتهي على هذا النحو. انت اداريا بقى جاهز للدوري الجديد بقى يا كابتن سيد؟ بص احنا بالتاكيد كنا اقوياء السنه اللي فاتت، لكن تداعياتنا وادائنا واستعدادنا ان شاء الله الموسم الجاي هيخلينا اقوى ان شاء الله. عارفين ان كل الفرق اشتغلت واجتهدت، لكن في النهايه يبقى شخصيه لاعب النادي الاهلي اللي هيقدر يتعامل مع المواقف والظروف اللي هتبقى خاصه بالدوري، ورب ان شاء الله زي ما قلت نكون موفقين وخصوصا في المباراه الاولى. عدلت في اللائحه ولا الامور زي ما هي؟ والله هو لسه سهران عليها وربنا يقدم بخير. ايه هتزود؟ ايه ده؟ هتزود مكافآت ولا عقوبات؟ هننظم شويه حاجات كده. ما تنساش الاعلاميين اللي واقفين في ظهرك يا كابتن سيد. هنشن على الاثنين؟ ما تنسى بقول لك ما تنساش الاعلاميين اللي واقفين في ظهرك وانت بتحط اللائحة. انت عارف تقومها على طول. ايوه كنت موفق يا كابتن. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، واعتقد طمئن جمهور الاهلي كله في ترتيبات جيده. اعتقد التدعيمات تمت حسب ما الجهاز عايز. اول مره اشعر انه بيتكلم وهو مرتاح. اول مره اشعر ان هو يقول لك احنا السنه دي الحمد لله، السنه اللي فاتت كنا كويسين، السنه الجايه باذن الله نكون احسن. ولكنه برضو عشان الناس تبقى فاهمه نوه ان كل الانديه اشتغلت. ايوه فانت ايضا الانديه ما انتش عارف شكلها ايه السنه الجايه. بالظبط انت عارف نفسك بقيت احسن. لكن هم وصلوا احسن الى اي مدى؟ احسن قوي ولا احسن انت تظل سابقهم بخطوه؟ نتمنى ان يظل الاهلي سابقا بخطوات. كنت بسأل أو بفكر يا كابتن سيد.